في بقى حاجة مختلفة تماما عن الحاجات اللي احنا شفناها so far، اسمها الانفرجن ريكفري بالس سيكونس. الانفرجن ريكفري بالس سيكونس ده بيبقى فيه كومبينيشن من تو ار اف بالسز، واحدة فيهم بتبقى 180 درجة، واحدة بعديها بتساوي 90 درجة. الوقت اللي بين الاتنين دول وبعض بسميه حاجة اسمها انفرجن تايم. وبعد كده بعد ال 90 ديجريز بيبقى عندي برضو نفس الحكاية، برضو بيبقى في عندي تي ار وتي وكل حاجة بنفس الشكل اللي شفناه قبل كده. الفكرة بقى هنا ان ال 180 ديجري بالس دي اكشن مش هتديني سيجنال. اوكي، دي تعمل لي حاجة لطيفة جدا، بتخلي الماجنتايزيشن بتاعي يروح في عكس اتجاهه. يعني لو كان عندي ماجنتايزيشن الونج البي زيرو بيبقى عكس اتجاه البي زيرو، فالمفروض ان هو يبتدي يرجع تاني يروح البي زيرو، نفس اتجاه البي زيرو. فالريكفري اللي بيحصل دوت ما بيبقاش له سيجنال اكشوالي، اللي هو تي 1 ريكفري اللي بيحصل او تي 1 ريلاكسيشن اللي بيحصل ده بيحصل من غير ما يكون له اي كومبوننت على الاكس واي بلين، فما اقدرش اقيسه. اوكي، انا بسمح ان هو يستمر الريلاكسيشن ده لمده تي اي اللي هو انفرجن تايم ده، وبعد كده بقلب بقى الحاجه اللي موجوده عندي في الـ في الـ في الـ في الاتجاه الزي اللي هو الام زي بتاعي، اوكي، ب 90 ديجري بالس عشان اشوف اللي موجود فيها بيساوي كام. دي فيها ميزه لطيفه جدا هشوفها دلوقتي حالا، ان انا اقدر اخلي الام نود بتاعي او الام زي بتاعي او الماجنتايزيشن بتاعي اللي عملت له فليبنج دوت ممكن الاقيه في نقطه ان هو يوصل يساوي صفر لبعض التيشوز. فمعنى كده اقدر اعمل حاجه اسمها نالينج لتيشو. اوكي، لان انا وانس ان انا عملت فليبنج هنا، الفليبنج ده معناها ان انا الماجنتايزيشن بتاعي بقى في الدايركشن ده كده، ام زي بقت كده، بقت ماينس ام نوت. الريلاكسيشن بتاعها بيحصل ازاي بقى؟ ان دي بتقل كده في النيجاتيف، بتقل في النيجاتيف، بتقل في النيجاتيف لغايه ما توصل زيرو، وبعد كده تكبر في البوزيتيف. اوكي، لو انا جيت هنا في النقطه دي خليت التي اي بتاعتي تساوي النقطه دي وحطيت 90 ديجري بالس عند النقطه دي، انا اكشوالي لما بفليب ب 90 ديجريز انا باخد الحاجه اللي في الزي دايركشن اللي هي القيمه دي واحطها على الاكس واي. القيمه دي كام؟ القيمه دي صفر، فمعنى كده هشوف زيرو سيجنال في الايه، في الاكس واي بلين. لو كان في عندي كونتراست بين تو تيشوز، لو عندي تي 1 في تيشو مختلف عن الثاني، ممكن انا اشوف بقى فرق ان النقطه فيهم تبقى او تيشو فيهم يبقى في النال بوينت بتاعته دي واحد تاني هنا مثلا. فلما بعمل لهم كونتراست او بعمل لهم فليبنج في الاكس واي بلين بشوف الكونتراست بينهم عالي جدا. فنشوف مثال على كده محدد. الحقيقه الجزء بتاع النال بوينت دوت زي ما كنت بقول احنا بيسكلي الريلاكسيشن بتاعنا بيبقى بالشكل ده كده، بيبقى عندي نقطه انا ابتديت بناقص واحد دلوقتي، فببتدي اطلع بدل ما كنت ببتدي من الصفر لا ببتدي من ناقص واحد دلوقتي، فببتدي اطلع كده. فبيبقى في نقطه في السكه بيبقى الام زي بتاعتي بتساوي زيرو، ام زي اوف تي بتساوي زيرو. اوكي، لو انا بصيت على الكيرف بتاعي بيبقى شكله كده. اوكي، فالنقطه ان انا ممكن اعمل حاجه اسمها فات سبريشن كمثال. يعني الفات سبريشن بيبقى فيه سيكونس اسمه ستير اللي هو شورت انفرجن تايم شورت تي اي او شورت تي اي انفرجن ريكفري. يبقى معنى كده استعمل انفرجن ريكفري سيكونس بس التي اي بتاعته قصيره. اللي بيحصل بقى كالاتي في حاجه زي كده، لو انا بصيت على التيشوز المختلفه وشفت بعد ال 180 ديجريز ايه اللي بيحصل لهم، هلاقي ان الفات نتيجه ان تي 1 بتاعته اقصر واحده هيتحرك اسرع واحد ويوصل للزيرو ده قبل بقيه الناس الثانيه. اوكي، لو انا جيت عند النقطه دي عملت 90 ديجري بالس، اوكي، هجيب لي بقى السيجنال بتاعه الفات تبقى بتساوي صفر. يبقى الفات تيشوز اللي موجود عندي كلها تبقى بتساوي صفر، في حين انا ده هيبقى له قيمه وده هيبقى له قيمه. يعني الوايت ماتر هيبقى له قيمه والاتش 2 او الحاجات اللي فيها فلويد هيبقى لها قيمه. اوكي، فمعنى كده ان انا اقدر اشوف كونتراست واضح جدا بين التيشوز وبعضيها في حين ان الفات سيجنال بتاعتي تبقى كومبليتلي بتساوي صفر. اوكي، فدي حاجه مهمه جدا. نخلي بالنا من حاجه مهمه قوي، ان النيجاتيف ام نوت هي نفسها ام نوت. يعني احنا بالنسبه لنا في الاخر النيجاتيف ساين دي تبقى بالنسبه لنا فيز ديفرنس، ما بتبقاش اكتر من كده لما بنبص على السيجنال بتاعتنا في الاكس واي بلين. فمش هتفرق معايا طالما له قيمه، هنقدر نشوفه في الاكس واي بلين مش هيبقى فيه مشكله. يعني لما اشوف مثلا ناقص 100 ساين اوميجا نوت تي، اوكي، او بلس 100 ساين اوميجا نوت تي، هما الاثنين فعلا هقدر اشوفهم وهما الاثنين اقدر اعمل بيهم كونتراست زي ما انا شايف هنا كده. انا في الاخر على فكره اللي انا بصوره او الصوره بتاعتي اللي بتطلع لي بتاعت الام ار اي بتبقى الابسولوت فاليو بتاع السيجنال، مش بيبقى ايه، مش بيبقى الفاليو نفسها زي ما هي كده. فناقص 100 زي ال 100 بالظبط. اوكي، فدلوقتي احنا عايزين الكنترول بقى السيكونس بتاعنا ان هو يخلي الفات بيساوي صفر. لو بصينا على الايكويشن بتاعت الريكفري هنا او بتاعت الريلاكسيشن، احنا عايزين السيجنال دي او عايزين القيمه دي تساوي صفر عند تي 1 بتساوي التي 1 بتاعت الفات. فمعنى كده لو انا عوضت هنا بقى
عشان اجيب التي اي بتساوي كام اللي هي عندها بيحصل الكلام ده، هقول ان صفر بتساوي 1 ماينس توايس اي تو ذا ماينس تي اي اللي هي التي اللي عندها النالينج ده بيحصل على التي 1 بتاعت الفات. فيبقى معنى كده بختار التي اي عشان النال بوينت بتاعتنا، عشان النال تيشو معين، بان احنا نحط القيمه بتاعتها عباره عن 0.693 في التي 1 بتاعت التيشو دوت. يعني لو انا مثلا عندي التي 1 بتاعت الفات زي ما احنا كنا شايفين قبل كده كانت بتساوي مثلا 200 ملي سكند، اوكي؟ فيبقى معنى كده اضرب الكلام ده في 0.693 عشان يطلع لي تي اي المفروض احطها بكام علشان تطلع لي الفات سيجنال بتاعتنا تبقى بتساوي صفر في الصوره بتاعتي. لو انا فرضا عايز ال H2O يبقى معنى كده اشوف برضو التي 1 بتاعتها بتساوي كام واحط التي اي نال برضو هي بتساوي الكلام ده، اوكي؟ ده الحقيقه بيستعمل كتير قوي في الفات سبريشن سيكونسز، لان في عندنا ابلكيشنز كتيره جدا بتبقى محتاجين فيها ان احنا نشيل الفات سيجنال عشان ما ياثرش على السيجنالز الثانيه، او عشان نشوف السيجنالز الثانيه بطريقه اوضح. وده الحقيقه بيستعمل كتير في حاجه زي السبكتروسكوبي.